ماذا تعرف عن أجهزة الطرد المركزي؟ جهاز الطرد المركزي باللغة الإنجليزية سنتريفيوج هو جهاز يستخدم قوة الدوران كقوة طرد مركزي، وذلك لفصل المواد السائلة عن الصلبة، معتمدا بذلك على كثافة المواد. فعند دوران الأجسام يتم سحب المواد الأكثر كثافة إلى الخارج بقوة كبيرة، مجبرا إياها على الانفصال عن المواد الأخرى، حيث تعتبر الأسطوانة الدورانية الدوارة المثقبة في الغسيل التي تتخلص من المياه الزائدة من الملابس، مثالا على أجهزة الطرد المركزي. ما هو مبدأ عمل جهاز الطرد المركزي؟ يعمل هذا الجهاز على فصل أجزاء المادة المعلقة في السوائل بالاعتماد على حجمها وكثافتها ولزوجة الوسط المتواجدة فيه، بالإضافة إلى سرعة الدوران، حيث خلال الدوران تجبر قوة الجاذبية الجزيئات الأكثر كثافة من المذيب إلى الالتصاق في الأسفل، أما الأقل كثافة فستطفو على وجه الوسط السائل المذيب، بالإضافة إلى قوة الطرد المركزي الناتجة عن دوران محور الجهاز بسرعة عالية لتعمل على فصل المواد أيضا وترسيبها. ما هي استعمالات جهاز الطرد المركزي؟ تستعمل أجهزة الطرد المركزي على اختلاف أنواعها اعتمادا على سرعة الدوران في كثير من التطبيقات في الحياة اليومية، حيث تستعمل أجهزة الطرد المركزي ذات السرعة الفائقة في عملية فصل الجزيئات والذرات، حيث يتم استعمالها في تجارب تخصيب عنصر اليورانيوم المشع، والتي تعد عملية معقدة، فيتم فصل النظائر المختلفة وسحبها للخارج تبعا للنظير الأثقل، ليتم استخدامه في إنتاج الأسلحة النووية، بالإضافة لاستخدامه في عمليات وتجارب البحث العلمي. كما يتم استخدام جهاز الطرد المركزي في مصانع الألبان والأجبان والزبدة، حيث يستخدم لفصل الزبدة ذات الكثافة المنخفضة عن غيرها من مكونات الحليب ذات الكثافة الكبيرة مقارنة بها. تستخدم أيضا في الغسالات في فصل المياه عن الملابس، مما يعمل على تجفيفها من خلال طرد المياه عبر الثقوب الصغيرة في حوض الغسالة. تستخدم أجهزة الطرد المركزي في المختبرات الطبية في عملية فحص عينات الدم، وخصوصا عند الحاجة لفصل مكونات الدم من البلازما، خلايا دم حمراء ومكونات أخرى، حيث يتم فصلها اعتمادا على تباين كثافتها. تستخدم وكالة الفضاء الأمريكية ناسا جهاز الطرد المركزي لمحاكاة الدفع الكبير لرواد الفضاء نحو مقاعدهم، وخصوصا عند انطلاقهم بسرعة فائقة نحو الفضاء، مما يجعلهم مستعدين لما قد يواجهونه خلال رحلاتهم. كيفية اختيار جهاز الطرد المركزي المناسب؟ عملية اختيار جهاز الطرد المركزي المناسب يعتمد على مكان استخدامه وحجم استخدامه، مثلا على حسب السرعة. يتم التعبير عن سرعة الجهاز بوحدتين هما الـ RPM، ومعناها الدورة الواحدة في الدقيقة، وهي اختصارا لكلمة Revolutions per Minute، والوحدة الثانية هي RCF، اختصارا لجملة Relative Centrifugal Force، وتتعلق هذا الوحدة بالجانبية. وتتراوح سرعة الجهاز ما بين الصفر و7500 RPM، حيث يعتبر من أقل السرعات. يتم اختيار أيضا جهاز الطرد المركزي على حسب الحجم، حيث يأتي هذا الجهاز على حجمين، حجم متوسط للوضع على الطاولات، وحجم يوضع على الأرض مباشرة بحيث يكون طويل وضخم يشبه الغسالة إلى حد ما. أما الحجم الكبير يتمتع بسرعات عالية وسرعة وسعة أكبر مقارنة بالحجم الأصغر، ولكن حتى أجهزة الطرد المركزي المخصصة لسطح الطاولات والمكاتب تأتي بسرعات جيدة ومنها المرتفع، ولكن السعة لا تقارن بالأجهزة الكبيرة الأخرى. تصنيف أجهزة الطرد المركزي. يتم تصنيف أجهزة الطرد المركزي إلى عدة تصنيفات بالاعتماد على استخدامها وحجمها والمواد التي من الممكن استخدامه فيها لفصلها، وهذه التصنيفات كالآتي: أولا تصنيف بينتشوب، فهو جهاز يمتاز بصغر حجمه ومناسبته لأسطح العمل الصغيرة، يأتي بعدة أحجام وسرعات مختلفة تبدأ من 100 دورة في الدقيقة إلى 50,000 دورة في الدقيقة. التصنيف أيضا على حسب المبرد Refrigerated،
لا يختلف عن النوع الأول إلا في المحافظة على درجة حرارة العينة ضمن حدود معينة تناسبها، وذلك للاستخدام المتمثل بالخلايا الحية والبروتينات. يتم التصنيف أيضا على حسب المجهري ميكروسنتريفيوج، يتميز بسعته التي تناسب أنابيب الاختبار الصغيرة مثل 0.5 مللتر، ويوجد بسرعات جيدة ويستخدم في المختبرات الطبية والمستشفيات. التصنيف الرابع هو المكثف Concentrator، يعتمد على قوة الشفط في عملية فصله للمواد وتجفيفها تماما من السوائل، حيث يعتبر مثاليا لتنقية المواد عفوا، ويستخدم في العديد من التطبيقات البحثية والمخبرية مثل فصل الأحماض النووية والبروتينات.